الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. يعني نقصه إني إلي يكفونغ رمضان. نعم. الصيام ينقسم إلى قسمين فرض ونفل. يعني الصيام ينقوانيك مالا مبيري كنا ينيه نمتونا لازميك كويفانيا نايلي ينيه سنم. نعم. من الفرض صيام شهر رمضان. مزيدي زيني يمتونا لازميك كنا رمضان. يجب الصيام على المسلم. يعني ني لازم اكون مسلم البالغ. يعني متى مكون بالغ نعم العاقل متى من ياكيلي القادر على الصيام من انا ويز وكفونغ غير المسافر مستوطن. يعني سيوم مسافر انا سافري متى من انا والمرأة لا يكون عندها حيض ولا نفاس. يعني وانا ممكن انا باسك اكو يعني يمسك عن المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب. يعني كأجى فيلي فيني بيقول أنا معصيوت أنا أفني كتكتانجو أذان الفجر كفكيش أذان المغرب. والله أعلم.